عليكم خواتاتي، كي دايرين؟ واش لاباس عليكم؟ كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير. اليوم جبت لكم الصقله الصحراويه. نتوما عارفين كاين اللي كيقول لها الصقله الصحراويه اولا كيقول لها الدلكه الصحراويه، المهم ما تهمش. المهم هو ان الحمام المغربي معروف باننا كنديروا فيه خلطات، كنديروا على الجسم، كنخرجوا بيضين، كنشقشقوا، كتحيد لنا الاثار ديال الحبوب، كنتهلاو في الجسم ديالنا، كيسترخاو، كيحس بالراحه بغض النظر على تقشير الجلد الميت اللي غادي نعطيكم دابا الوصفه ديالو كيفاش ديروا ليه بواحد الطريقه سهله وبسيطه وبمكونات طبيعيه جدا. خلطه تغنيك على جميع الخلطات، على جميع التبريمات. سبق لي وعطيتكم التبريمات بالصابون البلدي، مع الاسف ما لقيتوش. اليوم غادي نعطيكم البديل ديالو وشنو غادي ديروا بالنسبه للاخوات الحبابات ديالي اللي راهم في ليبيا وتونس والجزائر، اللي كانوا جاي لهم تحيه كبيره 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 بزاف. كنشكركم على الدعم ديالكم، ما غاديش نطول عليكم. خاصك لالا تنوضي توجدي لي راسك، شحال هادو انت كتسناي في هاد الوصفه الصحراويه او التبريمه اللي بلا صابون بلدي. هاد السقله اللي غادي نعطيك اليوم غادي تغنيك كما قلت على كل شيء، واحسن وقت ليها هو هذا، اننا حنا في الصيف خاصنا نتهلاو في روسنا والرائحه ديال الجسم ديالنا تكون زوينه ومعطره وتكون الصحه ديالنا بيضاء ويتوحد لينا اللون. هادشي اللي غادي دير لينا ان شاء الله هاد الوصفه هادي بشكل يعني واعر 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 وسريع بزاف بزاف بزاف. قبل لا نبداو الفيديو تابوناو فلاشي اللي اول مره كيشوفني، وخليو لي اللايكات ديالكم وبارطاجيو الفيديو كنحماق عليكم. زوروني في الانستغرام عالم ام ياسين، هو غادي يطلع لكم هنا، مرحبا بكم معايا. زوروا ولدي تا هو، غادي نخلي لكم الرابط ديالو ان شاء الله في صندوق الوصف. نبداو الوصفه على بركه الله. انتما بنات غادي نوريكم اسهل طريقه توجدوا بها شنو هي. هادو راه ماشي كاع المكونات، ولكن غنوريكم واحد الطريقه اللي ما غاديش تخسر لكم فيها الخلطه، وكل مره خصكم تصايبوا. غنوريكم اسهل حاجه، غادي تجيبوا الميكسور، اي خلاط كهربائي كطحنوا به العطريه غتصاوبوا معايا هاد الوصفه هادي. غادي تاخذوا شوفان او الخرطال تقريبا هنا معلقه ونص كبيره، نفس المقدار من كل حاجه. غادي تاخذوا الورد بلدي، ها هو شفتوا تا هو، ديروه هنا. شوفوا اسهل 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 حاجه غنوري لكم هي هذه. غادي تاخذوا الشيح، الشيح معروف بانه مطهر الجلد، انتيبيوتيك بالعربيه، يعني حنا كنعرفوا انتيبيوتيك يعني مضاد حيوي، كيحيد لنا هذوك الحبوب وهذوك الاثار ديالهم، كيصفي لنا البشره وكيعطي واحد الملمس ناعم، كتولي يدك كتزلق عليه. راه بالفعل ديال الشيح، الشيح هنا راه ما كاملاش حتى درهم. المهم غادي تاخذوا القرنفل او المسمار، المكونات اللي درت لحد الساعه معروفين في جميع الدول العربيه. غادي تاخذوا الحمص، شفتوا غادي ديروا هنا مقدار معلقه ونص من كل حاجه. غادي تاخذوا العرقار البنات، العرقار معروف بانه حتى هو كيملس لنا الجلد ديالنا وكيخرج لنا منه الوسخ وكيحيد لنا منه الطفيليات وكيحيد لنا لاطراس ديال هذوك الحبوب اللي براو وخلاو لنا لاطراس ديالهم. بلا ما ديروا الشبه هنايا، اللي عنده الحساسيه من الشبه ما يديرهاش. غادي تاخذوا هنا اللافندر او الخزامه على حساب كل واحد كيفاش كيقول لها. جميع النواشف غادي نديروهم هنا وغادي نطحنهم يرجعوا لينا بودر، ونرجع مع خواتاتي نوريكم باقي المكونات. هانتوما بنات بعد ما طحنا كل شيء، هذه اسهل طريقه اللي غادي تهنيك ان شاء الله من هاد التماره اللي كيقولوا كاينه في التبريمه اولا في جميع التبريمات اللي كنستعملهم في الحمام المغربي. كيسمعوا كاينه هذه وهذه وهذه وهذه، كيسحب لهم فيها تماره. اسهل طريقه هي هذه اللي غادي ديروا دابا، غادي تطحنوا كل شيء. شوفوا كيفاش ترجع، الا عندك الميكسور ضعيف غادي تبداي ديري ليه حاجه بحاجه، ما هذه اسهل طريقه. غادي تشدوا هاد النواشف كلهم وديروهم هنايا، وغادي تجيبوا واحد الزلافه وغادي تبداو طبقوا معايا. هانتوما بنات غادي تبقاو تاخذوا النواشف كلشي ديروهم هنا في قرعه ياك، وغادي تبداو تهزوا منهم غير ملي تبغيو تدوشوا. غادي تاخذوا هنايا مقدار تقريبا هنايا معلقه ونص بركه، راه غادي دير لك وتشيط. شنو غادي ديروا؟ هذه غادي تشدوها للتذكير وصافي، كنصيحه خارج الوصفه غادي تشدوا هذه تخزنوها، ما تخلطوش كلشي، فهمتوا؟ غادي تنفعكم التدويشات اخرين. غادي تخليهم هنايا وغادي تاخذوا غير باش تخدموا التدويشه وحده انت وليداتك الله يجعل البركه، اولا بوحدك اولا. غادي تاخذي هنايا الغسول الابيض، الغسول الابيض معروف بانه كيبيض الجسم كيوحد اللون. كما قلت اخواتي الغسول راه هو مزيان، سمحوا لي تقطع لي الفيديو، وكيصفي لينا البشره معروف. الغسول فيه ثلاثه انواع تقريبا اللي كنخدموا بهم بزاف
هو الطين الاحمر، الطين الابيض والطين الاخضر. بالنسبه للحمام المغربي كنستعملوا الطين الاحمر بزاف في الشعر، اللي عندها الشعر ديالها مكردد ما كيبغيش يتسرح كنديروا ليها الطين الاحمر وكيتسرح الشعر بسرعه. بالنسبه للطين او الثاني الاحمر راه ماشي كيدار غير الشعر، عنده عده استعمالات، انا غير ذكرت البعض منها وصافي. وكنديروا حتى الجسم ديالنا كينوض لنا الوسخ، اللي عندها الحساسيه من الصابون البلدي كدي معاها الغازول. انتما شوفوا خلطنا هنا معلقه ونص ديال الغسول او الطين الابيض المغربي، غادي تاخذوا بحال هكا تخلطوا جميع النواشف. هذا الطين خلطوه في هذه القرعه هذه وخزنوه، يعني كاع النواشف خلطوهم مع بعضياتهم، زيدوا عليهم حتى النيله الزرقاء. النيله الزرقاء البنات غادي ناخذوا هنايا تقريبا ربع معلقه بحال هذا الشكل، وغادي تخلطوا غير النواشف مع بعضياتهم، غير النواشف. غادي تضيفوا دم غزال او لا العكر الفاسي على حساب النوعيه اللي عندك، ويستحسن الى لقيتي شي نوعيه جيده. غادي نديروا هنا تقريبا نص معلقه صغيره كافيه، فهمتوا البنات؟ يعني ما عندكش هنايا شي حاجه اللي غادي تلفي فيها، الوصفه مبسطه جدا جدا جدا، ما عندكش كاع فاش تلفي. البنات اللي ما عندهمش الغسول الابيض غادي يديروا الصابون البلدي هنايا، والبنات اللي كيقولوا لي راه عندي سميتو الحساسيه من الحنه ما ديروهاش، هذه وصفه بلا حنه. غادي تاخذوا هنا جوج معالق كبارين ديال ماء الورد الاصلي، خذوا شي ماء ورد يكون مزيان الريحه ديالو تبارك الله، هذا كي دايره في المطبخ. ولا صافي غادي تشدوا هذا الشيء البنات، غادي تخلطوه مع بعضياتهم. بغيتوا تزيدوا هنا الصابون البلدي غادي تزيدوه، يستحسن انكم ديروه، اللي ما بغاتش ديروه راه ما كاينش اشكال، راه فقط هاد الطين وهذا الشيء راه كافي. نحاولوا ندلكوا هذا الشيء مع بعضياته باش نوريكم شنو غادي تضيفوا، شنو غادي ديروا، كيفاش غادي تخلطوه. غادي نضيفوا اخواتي معلقه ماء امراش ديال الكركم بحال هكا، ولكن الكركم يكون عرق وانتيا اللي طحنيه، لان البنات اللي كيقولوا لي في التعاليق راه الكركم كيخلي لي اللون، راكي شريتيه مطحون، سي نورمال راه غادي يكونوا دايرين فيه اضافات الله يسمح ليهم، راه كيزيدوا فيه التصفيره اولا باش يعطيك لون يعني مغري خايب بحال هكاك. شري الخرقوم عواد وطحنوه، هادشي اللي كيتستعمل في التبريمات كله نشريه ونطحن كما درت انا دابا، راه فيا ما يشري داكشي مطحون ولكن ماشي مزيان. هانتوما بنات غادي تجيبوا دابا الماء المغلي مزيان، او غادي ديروا الصابون البلدي يكون سائل ياك، مخلط فيه شويه الحنه. البنات اللي كيبغيو الحنه وكيبغيو الصابون البلدي ضروري في التدواج ديالهم، غادي تاخذوه بحال هكا وغادي تخلطوا، يعني ضروري ان الماء يكون مغلي، مغلي جدا جدا، حتى تنحصل على واحد الكريمه في حاله لا خصني وبان ليا هادشي سائل بزاف، تنحرك وندوب كاع هذوك الكويرات بحال هادو، ندوب كلشي ويلا بان ليا خاص. شنو غادي ندير؟ غادي نزيد من القرعه ديالي. هانتوما البنات كلشي المواد اللي فيه طبيعيه والريحه الله زوينه 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 بزاف بزاف بزاف. غادي تبقاو كدعكوها بالظهر المعلقه، شفتوها كتبدا كتشرب. علاش كتشرب وكتيبس؟ لان فيها الطين الابيض والطين راه كيشرب بحال هكا بنات، وراه هي سخونه راه ما قدرتش نمسها من هنايا، داكشي علاش كنقيسها غير من الفوق فقط، ودار لي الطين الابيض هذا اللون في يديا. هانتوما شفتو؟ ايوا دابا الا وجدتي لي هذا عاد قولي لي راني تحمحمت، ما ديتيش هذه الحمام بلا ما تقولي لي تحمحمت، ريحه الخزامه، ريحه القرنفل، الريحه ديال مورد، الريحه زعما داكشي شغنقول لك واعر 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 بزاف. فقط خاص غير اللي يجربوا صافي يشوفوا اللون ديالها تقولوا فيها الحنه وهي راه ما فيهاش، فهمتوا ان فيها الشيح والعرعاق كلهم خضرين تيعطيو هذا اللون بلا ما ديري الحنه. البنات اللي ما كيبغيوش الحنه انما اللي كيبغيوها غادي يخلطوها في الصابون البلدي وغادي يخلطوها مع هاد الشيء هذا، ورا ليك التحميمه ورا الكتاف ديك الساعه، وغادي تشديها غادي تدهنيها على صحتك بحال هكا كيما غندير دابا انا قدامكم يعني غادي نوري لكم وصافي. غادي ديروا بحال هكا وغادي تبداو، باقا سخونه هي فعلا راه خصها تستعمل سخونه، ملي تبغي تديها معاك للحمام اولا في الحمام ديال الدار ملي تدوش شنو غادي ديري؟ غادي تدخليها معاك وهي باقا دافيه كما تندير دابا انا، راه باقا سخونه. شفتوا البنات طالع البخار صافي، غادي تشدوها تبداو تدهنوا هكا
وغادي تخليوها واحد المده ديال 10 دقائق وهي في لحمكم، على الاقل 10 دقائق، يعني بحيث انها تقولي راه بغات تنشف. شفتوها؟ لان الطين الابيض دغيا غادي ينشف لينا، وغادي تبداو تطبقوا على يدياتكم، على رجلاتكم، على الجسم كامل، على الوجه. ما عندكش هنا مناش تخافي، ما كاين لا مواد كيماويه ولا والو، فقط كل شيء طبيعي. ردوا البال مع النيله الزرقاء انكم تشريوها تكون اصليه، لا هي ولا ماء الورد. انتما بنات غنخليها 10 دقائق، وبقيت تفركي بها بحال هكا اللحم ديالك وخليها مده ديال 10 دقائق ونرجعوا. انتما بنات بعد ما نشفات تماما شديتها غسلتها بشويه ديال الماء سخون يعني دافي، وانا نبدا كنحط ناض ليا الوسخ. من بعد غسلت يدي مزيان، وها النتيجه ها هي قدامكم كتولي على هذه الطريقه. ملي غادي تسالي وتبغي تخرجي غادي ترشي على الجلد ديالك، خصوصا يديك ورجليك، شويه ديال زيت الورد للترطيب فقط وماشي ضروريه، ولكن ضروري انكم تستعملوا الليفه. بالنسبه للقدام ديال الرجلين غادي ديروا ليهم هذه وما تغسلوهمش، خليهم هما الاخرين في الحكان حتى تبغي تخرجي. ضروري راه كترطب القديمات وكتردهم. شوفوا تبارك الله كيفاش كيوليو اليدين واعرين 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 بزاف بزاف بزاف. كما قلت لكم بنات ها النتيجه هي بانت قدامكم، خاصكم تخليو هذوك النواشف عندكم في القرعه وتبداو تهزو منهم وتحطو وتخلطو، وغادي تقولي راني تحمحمت، الله الريحه زوينه 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 بزاف كتبقى لك في الجسم. ولا ما عندكش يعني زيت الورد راه ماشي ضروري، ديري زيت جونسون للاطفال. انا نقول لكم شنو ديروا، لا واحد الحيله ذكيه تنديرها انا في الدوش. غادي تاخذوا السطل اللي غادي تشلوا به بعد ما ديروا الصابون ساليت وتدواش، غادي تاخذوا معلقه من زيت جونسون او لا اي زيت نتوما تستعملوه كزيت الورد او زيت الخزامه او شي زيت نتوما تستعملوه كمعطر للجسم ديالكم. غادي تاخذوا غلاقه او لا شنو غنقولوا ليها، ملعقه كبيره من هذيك الزيت اللي كديروا، وغادي تخويوها في هذاك الماء دافي وغادي تشلوا به، خلطوها وتشلوا به. مرطب خطير، يبقى لك ايام والجسم ديالك راه معطر وفي نفس الوقت ارطب. هذه حيله كنديرها انا، تنتمنى انتم انها تستافدوا منها، وتخليوا لي اللايكات ديالكم والتعاليق ديالكم، وباي باي عليكم، كنحماق عليكم، الى اللقاء.